بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من منشط القرموطي. النهاردة السبت 15 جمادى الآخر 1439 3 مارس 2018 24 أمشير 1734. حقيقة بس عشان وقت الدبلوماسيين بيبقى غالي شوية، لأنهم بيناموا بدري فبيصحوا بدري، فبيتبقى المسألة عندهم يعني ليها ترتيبات كده. القضية اللي احنا كنا اتكلمنا فيها امبارح بتاعت بنتنا مريم عبد السلام اللي هي موجودة في مدينة نوتنغهام البريطانية، وتعرضت لاعتداء وحشي، لحدث اعتداء وضرب مبرح. في فيديو كده صغير هنشوف، لانه في كذا حاجة هنشوفها مع حضراتكم. في فيديو صغير كده لوالدتها بعتتولنا الصبح. هنسمع بس الفيديو القديم، الفيديو اللي هو عطتولنا الصبح، لانه في فيديو دلوقتي لسه يدوب بيتركب، ويعني هي لسه بعتها حالا لان هي كانت بتعمل عملية حرجة يعني. وبعدين هيبقى معانا مداخلة مع المستشار احمد ابو زيد، بنحترمه وبنقدره، وراجل يعني الحقيقة وقت متأخر بالنسبة له، لكن هيعمل معانا مداخلة. ووالدة مريم برضو هتعمل معانا مداخلة. خلينا نسمع بس الفيديو المختصر ده لوالدة مريم بعتتولنا الصبح. أنا والدة مريم مصطفى المقيمة في بريطانيا، صاحبة الحادثة الاعتداء الوحشي في بريطانيا. بنتي تعرضت للضرب المبرح في بريطانيا من قبل 10 بنات يوم 20/2، وهي في حالة خطرة. وأنا بطلب من كل من أي حد هيوصله المسج ده أو الفيديو ده إنه يدعي لمريم إنها تقوم بالسلامة، لأن حالتها خطيرة جدا. وبناشد الرئيس السيسي وبناشد وزارة الخارجية، وبطلب منكم التدخل في الموضوع، لأن حالة بنتي في خطر جدا. بنتي جالها نزيف في المخ وتعرضت لجلطتين في المخ، وبنتي القلب عندها مش مستحمل. وأول امبارح دخلت عملية شق حنجري، فأقل من 24 ساعة العملية باظت، دخلوها تاني عملية تاني بنج كلي تاني، والحالة خطيرة جدا، وبنتي بين الحياة والموت، وفي تعتيم رهيب. وأنا معايا ورقة ما تثبت إن بنتي دخلت المستشفى وخرجت في أقل من 5 ساعات، والمستشفى ما بتساعدنيش، والمستشفى كل يوم الدكتور يقول لي تقرير طبي مختلف عن اليوم اللي قبله. وأنا بطالب سعادة الرئيس إنه كأب لينا كلنا إنه يقف جنبي، وإنه يقف جنب مريم، وإنه يجيب لنا حقنا. أنا بنتي تعرضت لاعتداء وحشي، وبنتي دي أنا مش بسيس الموضوع، بس هي قضية عنصرية. البوليس ما جابليش حقي، ما قبضش على البنات، المستشفى ما بتراعيش بنتي بما يرضي الله. المستشفى بنتي كانت جوه في العناية المركزة، جالها جلطة تاني وهي جوه العناية المركزة، عندها ضمور في المخ، عندها نزيف حاد في المخ، عندها القلب مش مستحمل، النص الشمال ما بيتحركش. بنتي طبيا بتروح مني، وانا بناشد ساعة الرئيس بقول مريم بنتك، مريم متفوقة، مريم كل الناس بتحبها، كل الناس بتدعي لها، وقف جنبنا، ملناش غيرك يا سيادة الرئيس من بعد ربنا. انا بناشدك كأب قبل ما تكون رئيس لينا كلنا، انقص حياة مريم وتدخل، انقص حياة مريم وتدخل يا سيادة الرئيس كأب لينا من فضلك. مريم محتاجة لكم كلكم، محتاجة دعواتكم كلكم. أرجوك يا سيادة الرئيس، أرجوك يا سيادة الرئيس تدخل. أنا عايزة أبو بناشد أي دكتور مصري، أي دكتور مصري مخ وأعصاب يجي يشوف بنتي ويطمني عليها. محدش بيطمني على بنتي، محدش بيقولي بنتي فيها إيه. اي حد يقدر يساعد مريم لو سمحت ما يتاخرش، لو سمحت ما تتاخروش، بنتي تروح مني معرضه للموت في اي لحظه. ارجوك يا سياده الرئيس، احنا بنموت، انا واخواتها وبابا بنموت هنا كل يوم، بنتي بعيد عني بنموت، وبنتي معرضه لتموت مني في اي لحظه، ومعرفش بنتي فيها ايه، وهما بيعالجوا بنتي، عاملين عفاره تجارب هنا ومش عارفين يعالجوها. وبنتي بنتي بين الحياة والموت، أنا معيش غيرك من بعد ربنا يا سيادة الرئيس. أرجوك يا سيادة الرئيس اتدخل، أرجوك يا سيادة الرئيس اتدخل من فضلك اتدخل. احنا واخدين المسألة من يعني من منطلقين، منطق
منطلق الاول انه فكره انه الدوله تسيب اولادها لما تعلم انه في حادثه زي دي وهو لاخره. اعتقد انه الامور لا، يعني لما الدوله تعلم ولما وزاره الخارجيه تعلم ولما وزاره الشؤون ولما وزاره او اي جهه مسؤوله في مصر تعلم، لا بيبقى في تحرك. هي المشكله انه التحرك احيانا يلاقي بعض المصاعب، لكن انا لحد علمي لانه انا في يعني معلش في فيديو حالا وصلني من والده مريم، لانه مريم بتعمل عمليه حالا في المستشفى، وصل لكم يا شباب اكيد. ده الفيديو اللي بيوضح انه في تحرك من جانب الدوله المصريه ممثله في وزاره الخارجيه ممثله في سفاره مصر في لندن، المستشار احمد ابو زيد المتحدث باسم وزاره الخارجيه. معلش انا اسف ان انا يعني بقول لحضرتك صباح الخير وبزعج حضرتك في الوقت المتاخر ده. لا اهلا وسهلا استاذ جابر. اهلا بيك يا سياده المستشار. اهلا بيك يا فندم، اهلا بحضرتك. هي قالت لنا قبل هوا لان هي هتخش بعد حضرتك على طول، وكانت مصممه تبعت فيديو تشكركم فيه على المتابعه، وهي قالت فعلا انه في تحرك من جانب الخارجيه في هذا الاطار. اتفضل يا فندم. هو بالفعل منذ الحادث يعني السفاره المصريه في لندن و القنصليه المصريه ايضا القنصل العام السفير علاء يوسف بيتابعوا الحاله اول باول. تمام. وبالفعل سافر الملحق الطبي والقنصل المصري الى نوتنغهام، وهي تبعد حوالي ساعتين او اكثر من ساعتين من لندن. وتواجدوا هناك وتواجدوا النهارده طول اليوم يعني حتى يطمئنوا على حاله مريم. طبعا يعني طبعا حصل بعض يعني في الاول كان في معالجه من المستشفى، وبعد كده يبدو انها خرجوها في ميعاد بدري او قبل ان يطمئنوا نهائيا ان هي شفيت بشكل كامل. حصل مضاعفات. تمام. اعيدت الى المستشفى مره اخرى. هي الان حالتها مستقره. يعني بدات تفوق، ويعني في متابعه كامله معاها على الحاله بتاعتها. نفس الوقت طبعا هناك اتصالات كثيفه مع السلطات البريطانيه لضمان محاسبه والقاء القبض على الجناة. وهو بالفعل تم القاء القبض على واحده يعني بنت من المجموعه اللي اعتدوا على مريم. وما تزال في اجراءات بتتم من جانب الشرطه البريطانيه. وتم بالفعل يعني تكليف محامي، اثنين محامين من الجاليه المصريه لمتابعه الحاله ومتابعه القضيه لضمان استعاده كل الحقوق الخاصه بها. السفاره المصريه تواصلت مع الخارجيه. تمام. البريطانيه اليوم. تمام. واكدت او مش اليوم يمكن من يوم او يومين. واكدت على ضروره يعني المتابعه اللصيقه لهذه القضيه ومحاسبه المسؤولين عنها والقاء القبض عليها. اذا ما فيش اي يعني الحمد لله لما عرفته ما فيش تقاعس من عندكم في هذا الاطار. لا طبعا، لا طبعا تقاعس، بس هي طبعا اول ما علمت القنصليه المصريه في الحادث تحركت على الفور. يعني يجب ان نعلم انه ما كانش فيه هناك اخطار للقنصليه. أيوة. بالواقع. ايوه. القنصليه علمت بالواقع. أيوة. يعني بشكل يعني من خلال اتصال تم لاحقا من خلال احد تمام المعارف من الجاليه. تمام. ولكن تم التحرك على الفور، فور العلم بالواقع. تمام. التحرك على كل المستويات. تمام. وبالتالي احنا بنطمن الام وبنطمن اهلها هناك انه ما فيش اي مشكله عندنا خالص، واحنا متابعين الحاله بكل دقه يعني. لا، وان شاء الله تقوم بالسلامه، وفي متابعه زي ما قلت لحضرتك في المستشفى الحاله من جانب الطبي بشكل لصيق من جانب المكتب الطبي في لندن، وفي نفس الوقت من الجانب الجنائي والقاء القبض على الجناة والمسؤولين عن هذا الاعتداء الآسف. سيادة المستشار احمد ابو زيد، بشكر حضرتك واسف لازعاجك مره ثانيه. انا عارف ان الوقت متاخر بالنسبه لكم الدبلوماسيين، بيبقى ليهم اوقات محدده كده يتحدثوا فيها للاعلام، فانا اسف لازعاج حضرتك. بشكرك سيادة المستشار احمد ابو زيد المتحدث باسم وزاره الخارجيه. زي ما قلت لحضراتكم هاتوا لنا مجموعه صور كده في مجموعه صور جديده لمريم واسرتها ووالدتها ووالدها، والحقيقه القضيه خدت بعد، انا يعني ان شاء الله مريم تقوم بالسلامه، لكن هي خدت بعد يعني لطيف جدا في فكره المعالجه، يعني انه والده مريم نشدت فبالتالي كان في استجابه، فالاول كان في تقاعس ففي
هي العالمين يعني. هنا دي مريم ومامتها يعني بعض الصور العائليه كده من عندهم. ده يؤكد يعني. احنا بس عايزين ندخل حضراتكم في مود المشكله او في مود الازمه. في صور ثانيه دي مريم واخواتها في هذا الاطار برضو، هم زي ما قلت حضراتكم انها موجوده في مدينه نوتنغهام في بلدي. يعني دي بعض الصور اللي حضراتكم اللي هي الاسريه يعني. دي هي والدتها برضو في هذا الاطار، والدتها اللي هي السيده نسرين محمد ماهر ابو العنين. في برضو بعض الصور لوالدها معاها، دي برضو والدتها ووالدها في هذا المجال، او في يعني الصور العائليه اللي احنا اللي انا عايز اقول لحضراتكم انه يعني وكاننا بنعالج القضيه من مصر، يعني وكان القضيه في القاهره. يعني الناس تواصلوا معانا بكل احترام في هذا الاطار. في فيديو صغير قوي بقى امبارح كان معانا لما كان في الباص. تمام. في فيديو ابو العيله امبارح في الباص كده كان صغير، اللي هو شاهد في الكلام هتشوفوا الفزع اللي على وش بنتنا مريم لما كانت في اخر الباص من ورا كده. الباص ده كان بدايه الاعتداء، وانه هما بالفعل يعني مامتها اكيد هتقول الكلام لان هي للموضوع وحاسه انه في بالفعل نوع من انواع هات لي فيديو امبارح كده على ما تجهزوا فيديو النهارده. ده الفيديو. بص ركز قوي، هو في بعض الهجوم كده. بص هي ورا خالص. ايوه دي وشايفين حضراتكم انه اللي موجود كلهم سمر، هي الوحيدة اللي شقرة في او اللي هي لونها مختلف. دي ورا اهي، ورا اهي. ايوه دي اللي ورا. ده اللي انا بقول لحضراتكم عليها، اللي هي الزنقة بقى كلها اللي في هذا المجال. هل فيديو الام موجود ولا الام نفسها؟ الام نفسها. طيب برحب بحضرتك وقلبنا معاك، وان شاء الله مريم تقوم بالسلامة يا ست الكل. يا رب امين يا رب. دعواتكم معانا. احنا لسه ما عشان الفيديو جانا متاخر، لسه يوصلنا حالا، فيدوب ما سمعناش حضرتك بتتكلمي في ايه. لكن اتفضلي. فعلا بنتي فعلا لسه داخلة عملية دلوقتي لثالث مرة شقة حنجري، لان النزيف عندها جامد جدا. تمام. ودعواتكم كلكم لمريم تخرج لي بالسلامة، هي لسه جوه في اوضة العمليات لسه ما خرجتش. تمام. ويا رب تقوم بالسلامة، لأن هم احتمال يشيلوا خالص الشق الحنجري لأن في نزيف مش راضي يقف، ويرجعوا تاني التنفس عن طريق الفم، عن طريق خرطيم الفم. تمام. طيب بس حقيقي أنا بشكرك جدا، لأن أنت من ساعة ما نشرت حلقة امبارح وأنا التفاعل معايا الناس كلها بتكلمني. بشكر الدكتور سميح عامر، ما بطلش بقى يكلمني، دكاترة طول الوقت بيكلموني، مستشارين، القنصل، سعادة القنصل. بشكر أحمد عبد المجيد جدا جدا، لأنه أولا إنسان، ومش هنسى نظرة عينيه ودموعه لما شاف بنتي مريم. ما قدرش نفسه يقاوم، ما قدرش يقف اكتر من دقيقه لما شاف مريم. بشكره انسانيا قبل ما يكون مسؤول. تمام. بشكر المستشار الطبي، السفير، القنصل العام، كل الناس، كل الناس اللي كلمتني، دكتور رامز، دكتور هشام، كل الدكاتره حقيقي. ممتاز. يعني ممتاز. النهارده بجد حسيت ان انا ليا ظهر حقيقي. يعني بجد حسيت ان انا ليا ظهر، يعني الحمد لله. كل اللي انا بتمناه من ربنا الحمد لله دلوقتي قومي بنتي بالسلامه، ومش مهم اي حاجه بعد كده، المهم بنتي الاول تقوم بالسلامه. وبشكرك جدا على تناولك للموضوع، لانك تناولته بطريقه انسانيه واديتني الفرصه اشرح بالظبط. لا لا خالص، ده دوري. لا ده دوري. سعيده بموقف مصر معايا. طب كنت لسه بس ده اللي انا هاكد عليه، الفرق بين امبارح والنهارده، اعتقد فرق كبير بين امبارح والنهارده. فرق رهيب، فرق رهيب. انا ما انكرتش ان الدكتور ان القنصل احمد عبد المجيد كلمني قبل كده معايا لو احتاجت في حاجه، فكان هو ده. تمام. بس عتبي ان انا مش محتاجه اتصل عشان اطلب حاجه. انا محتاجه وجودهم جنبي، محتاجه احس انهم فعالين اكتر مني، هم فاهمين في المواضيع اكتر مني. فالنهارده ده حصل، فانا سعيده وبشكرهم حقيقي من قلبي. تمام. وبشكر كل واحد وقف جنبي، وكل واحد دعا لمريم، وبشكركم كلكم حقيقي. طيب الجانب الجنائي بقى يا ست الكل، الجانب الجنائي حصل في ايه؟ يعني
انا سمعت انه حتى ساعات المستشار دلوقتي قبضوا على واحده النهارده الصبح الساعه 7 الصبح، قبضوا على واحده منهم من اللي اعتادوا على مريم. اتمنى ان هو بالظبط، اتمنى ان دي تجيب الباقي كله. لان المفروض ان هم معاهم كل المعلومات، 12 يوم متاخرين جدا، معاكوا فيديوهات ومعاكوا ارقام ومعاكوا حاجات كتير جدا، معاكوا عناوين، 12 يوم كتير جدا. بس انا يكفي انهم قبضوا على واحده وان شاء الله الباقي هيجي، وانا مؤمنه بربنا وعارفه ان كل خطوه باذن الله ربنا كاتبها. تمام. حقيقي كل حاجه اتغيرت لما مصر وقفت جنبي. طب الحمد لله، ده يهمنا. المهم تكون نفسيه حضرتك مستريحه وحاسه ان الناس جنبك برضو، لانك حضرتك امبارح كنت تبحثي عن ما يسمى ال ونس الدوله، انجاز التعبير يعني. فيعني الخارجيه الحمد لله اتحركت والناس اتحركت، وانا بشكر حضرتك وبشكر الناس اللي هم متابعين حضرتك. ليك اخت هنا يعني الحقيقه يعني بشكرها جدا على لساننا، لانه بنتها يعني هي قايمه بدور، كل شويه تبعت لنا شغل وكل شويه تبعت لنا اي خبر ينزل عنها وكل. فانا الموضوع ده اب، ان انت اب، انت اب وانسان قبل ما تكون اعلامي، دي حقيقه. أنا لا دي بنتنا، لا يعني لا ما اقدرش اثر فيها. لا دي بنتنا، واحنا مع حضرتك لو في اي تطور وتحب حضرتك في اي طلب ليكي قبل ما نقفل مع حضرتك في المداخله. لا انا متشكره جدا ليك، بس انا والدها حابب يشكر حضرتك. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم، ازي حضرتك؟ والف سلام، الف سلامه لمريم يا فندم. الله يسلم حضرتك، الله يسلم حضرتك. اتفضل يا فندم. متشكر جدا. متشكر جدا، واحب اوصل شكري الخاص طبعا ليكم كلكم بشكل خاص، بشكل خاص لحضرتك طبعا ولكل الناس اللي في جنبنا في المحنه الصعبه اللي احنا فيها ديت. تمام. وحبيت بس اكد على حاجه كمان زياده عن كلام مراتي، انا بنتي تحمل الباسبور الايطالي غير المصري، لكن مصر اتحركت بشكل اقوى وفعال واقوى من السفاره الايطاليه، ودي حاجه رفعت راسي جدا. يعني هي معاها جنسيتين، بريطانيه واسف ايطاليه ومصريه. معاها الجنسيه الايطاليه ومعاها الجنسيه المصريه. يعني هي ما معهاش الجنسيه البريطانيه. ما معهاش الجنسيه البريطانيه، معاها الايطاليه. صح كده يا فندم؟ هي معاها الايطاليه والمصريه. معاها الايطاليه والمصريه. وكلمنا السفاره الايطاليه والمصريه، والمصريه اتحركت بشكل اقوى واسرع وفعال، ودي حاجه مخلياني في منتهى السعاده. وانا بشكرك طبعا، ربنا يكرمك، ربنا يكرمك، وبشكر برنامج حضرتك وبشكر كل المصريين اللي وقفوا جنبي وسياده السفير والقنصل العام وكل الناس. حاجه حسيتني بصراحه بفخر، وحس ان فعلا ان مصر بتتغير للافضل، ودي حاجه بترفع من معنوياتنا وبتدينا كمان قوه كمان وصبر اكتر، ان احنا نقدر ان احنا نستحمل الموقف الصعب اللي احنا فيه. وفي الاول وفي الاخر مريم بين ايدين ربنا ان شاء الله تقوم بالسلامه. وهي بس حبيت افهم حاجه حضرتك، ان وحالتها صعبه جدا ومحتاجين دعاء بشكل اقوى بعد اذنك، ودعاء المصريين كلهم ان بنتي تقوم بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله تقوم بالسلامه، ان شاء الله تقوم بالسلامه، وقلبنا معاكم، وباذن الله بكره برضو نطمن على حضرتك. ودي بنتنا في الاول والاخر يعني، لا تحمل هما يعني، لا تحمل هما في هذا الاطار. وبشكر حضرتك. لا ما حملش هم خلاص، طالما انا حاسس ان كلكم جنبي مش حامل هم. لا يا فندم، ده بنتنا، لا ده بنتنا، وده واجب وبلدنا، واحنا بنرجع لبلدنا وبلدنا بترجع لينا، ودي حاجه مهمه على فكره. هي يعني الشرف. لا يا فندم، الشرف ليك، الشرف ليك. والناس كلها، الناس كلها اللي في جنبي، وانا بشكركم كلكم ودعواتكم ان بنتي تقوم ان شاء الله تقوم بالسلامه يا فندم. وطبعا بشكر اهلي طبعا، اختي ريهام وشيرين وهبه وكل لا الناس هنا في القاهره يعني يعني يستحقوا كله والله، اكتر من اكتر من 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 يعني زيكم بالظبط، نفس الحمل. انا في ما اعرفش اخت حضرتك ولا اخت المدام كل شويه تبعت لنا خبر معين، تبعت لنا لقطه معينه، تبعت لنا حاجه معينه، والحقيقه انا بشكرها جدا يعني، قلبها على مريم اكتر من 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 او زيكم بالظبط يعني. تمام حضرتك. طيب. وفضل ربنا طبعا، لا ربنا يقوم بالسلام. انا هستسمح حضرتك، خليك معانا على التليفون، لانه في الفيديو اللي المدام بعتها دلوقتي، اسمعه معانا ونرجع لحضرتك لو ليك تعليق عليه. اتفضل. لحد ما مريم تقوم بالسلامه بكلمكم من نوتنجهام.
وهو عنده حق. انا المهم بنتي الاول تكون بالسلامه وبعدين انا هعرف اجيب حقها القانوني. بشكر الدكتور بشكر عشان تعمل العمليه بتاعت الشق الحنجري للتالت مره. دعواتكم كلكم هي محتاجه الدعوات. يا رب تقوم لنا بالسلامه يا رب وتخرج بالسلامه وتطمن قلبنا كلنا عليها. حابه اشكر الاب والانسان قبل ما يكون اعلامي حقيقي بشكره من قلبي كأم الاعلامي جابر القرموطي لانه حقيقي تناول حالة مريم وموضوع مريم وحادثة مريم كأب وكأب وكإنسان حس بالحالة وحس قد إيه إن المفروض نهتم بحالتها الصحية قبل ما نعمل شو إعلامي وقبل زي ما تداولوا ناس كتير ومنتهزين الفرص في إنهم يتكلموا عن الموضوع. فحقيقي بشكره من قلبي وحابة أقول لكم إن الحمد لله أنا القنصل العام النهاردة كلمني و علاء الدين يوسف والقنصل أحمد عبد المجيد كلمني بشكره شكر خاص جدا. هو فعلا كان كلمني قبل كده يوم الثلاثة اللي فات وأنا لما دخلت في المداخلة امبارح وقلت أنا إن هم كلموني بس أنا محدش جالي هو ده كان قصدي لكن هم فعلا أنا كلموني. لكن أنا كان زي ما حصل النهاردة إن أنا شفته ده حد في حد ذاته رفع من معنوياتنا جدا ووجودهم قدامنا بيقوينا وبيدينا القوة بنحس ان احنا مش لوحدينا وبيبقى فعلا الدعم المعنوي لينا مهم جدا. ربنا يخللنا كل واحد وقف جنبنا وكل واحد دعا لبنتي. بشكره شكر خاص لاني شفت في عينيه ابوة لمريم لما شاف مريم شفت في عينيه مش هقدر انسى دموعه لما شاف مريم. فعلا هو انسان جدا انسان محترم جدا وحقيقي مش لاقي كلام اوصفه بيه لاني يكفيني نظره عينه لما شاف مريم. بشكر المستشار الطبي جدا اللي شرفني النهارده مع سعاده القنصل وانا وهو مشكورا تفضل واخد الكيس كلها بتاعت مريم واتكلم فيها وقال لي ان الحاله فعلا صعبه وان الحاله معقده فعلا بس احنا قدامنا وقت ولازم نعدي مرحله مرحله لان كل خطوه بنعملها مع مريم بتبقى عكس الثانيه لان المرحله كلها متداخله الموضوع كله متداخل وان احنا لازم نتغاضى حاليا عن الغلطه الطبيه اللي حصلت في الاول لحد ما مريم تقوم بالسلامه. وهو عنده حق. انا المهم بنتي الاول تقوم بالسلامه وبعدين انا هعرف اجيب حقها القانوني. بشكر الدكتور. هو الموضوع الشكر ده شغلنا وده واجبنا وربنا يا رب يقومها بالسلامه. حضرتك ليك اي تعليق استاذ عبد السلام؟ ليك اي تعليق على كلام المدام او عايز تزود عليه اي حاجه؟ لا ما فيش اي حاجه غير الشكر تمام. خاص طبعا لكم كلكم بشكل تمام جدا ودعواتكم لمريم وان شاء الله نتابع مع حضرتك بكره باذن الله ان شاء الله وتقوم بال اتفضل وتحياتي للسياده المستشار احمد ابو زيد بشكل خاص تمام وزاره الخارجيه طبعا تمام وتحياتي لوزاره الخارجيه واهتمامهم ليا الشرف وسعيد جدا باهتمامهم تمام ودي حاجه دايما حضرتك رافعه معنوياتنا واحنا محتاجين جدا صراحه دفع المعنويات دي جدا 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 شكرا خاص لحضرتك طبعا يا فندم لا تحت امرك وان شاء الله نطمن عليها بكره وبعده باذن الله ان شاء الله. بشكرك يا فندم والد مريم عبد السلام المقيمه في مدينه نوتنغهام. بصوا انا الكلام اللي قاله والد مريم والدة مريم في كلمتين قالتهم والدة مريم والكلام اللي قال والدة والد مريم. حالة مريم عبد السلام انا اعتقد انه الامر هنا بيجرني بس بنقطة صغيرة هقول لحضراتكم عليها وده احساس الداخلي يعني لانه أنا قلما قلبي يدق في مسألة علاقة الدولة بالمواطن وبالذات في المواطن اللي بره. بيقول لحضرتك إنه هي معاها سفارة هي معاها باسبور إيطالي
والدها قال لك ان هي معاها الباسبور الايطالي ومعاها الباسبور المصري. هو يعني هي المفروض ايطاليه مصريه، هي مش بريطانيه، هي ايطاليه مصريه. ده المريم هات صورتها، مريم اللي هي بتعمل العمليه دلوقتي اللي هي يعني من دور بناتي، دور بنتي، فدي بتعمل العمليه دلوقتي وان شاء الله تقوم بالسلامه، وان تعثرت بعض الامور بس هتبقى ان شاء الله السلامه مصاحباها باذن الله في الفتره القادمه. اللي انا عايز اقوله في حته العلاقه ما بين الدوله وما بين المواطن، مؤشر مهم جدا في كيفيه تعاطي الدوله المصريه مع ابنائها في الخارج. يعني انك تشعر ونس الدوله، ان الام امبارح كانت منهاره محبطه، النهارده الام شكل تاني، حتى هي بتقول لك انا مش عايزه اي حاجه، انا عايزه بس تقوم بالسلامه، لانه احساسي بونس الناس، احساسي بجهد الناس، احساسي بنفوس الناس، احساسي بقلوب الناس، احساسي يعني 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 لو حتى انتوا سمعتوا الحاجه، احنا سمعنا لكم الحاجه بتاعت يعني هاتوا اللهجه مثلا بتاعت امبارح كده، هتلاقوا اللهجه امبارح صعبه، هتلاقوا اللهجه النهارده مختلفه. انا اخش هدخل حضراتكم تاني، من يرى ان الدوله المصريه، بتكلم بقى على الخارجيه، بتكلم على الداخليه، بتكلم على، لا، هناك بقدر الامكان وبقدر المستطاع في وقفه قويه جدا. اللي يقول لك في تراخي وفي مش عارف ايه وسايبين فلان في الدوله دي وسايبين فلان في الدوله دي، وسايب الراجل بيقول لك معاها السفاره الايطاليه باسبور ايطالي وباسبور مصري، اتصلوا بالسفاره الايطاليه، ما حد، انا مش بقارن بس بوري حضرتك رغم كل مشكله عندنا، رغم كل جهد عندنا، رغم كل عقبه عندنا، رغم كل ازمه عندنا، رغم كل مشوار طويل عندنا، في اخر النفق في ضوء. حاله مريم امبارح انا يعني عايز اقول لحضراتكم ان انا كنت محبط زي والدتها وزي فريق العمل اللي كان معانا، وزي احنا جينا النهارده الصبح وانا راجع من صلاه الجمعه جالي فيديو، لا الحمد لله الناس بدات كويس قوي، اتصلت بالمستشار احمد ابو زيد متحدث باسم الخارجيه، سياده المستشار قال لي لا في متابعه وفي دقه وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، حتى يعني هو قال له بطبعي ما بعملش مدخلات بعد 11، يعني بطبعي انا ما بعملش مدخلات بعد 11، الوقت بيبقى متاخر وكده، انت عارف ان احنا بننام بدري وبنقوم بدري وبتاع، الحقيقه يعني ترجيته انه يعمل مداخله في هذا الاطار، فده شيء جيد. اللي انا بقول عليه في هذا الاطار حبكم للدولة المصرية. يعني شوفوا اللي هي قالته امبارح، ونشوف تاني اللي قالته النهارده. شوفوا اللي قالته امبارح قالت ايه. أحلفكم بالله ساعدوني، أنا مصرية مغتربة في لندن وعندي بنت عندها 18 سنة مولودة بعيب خلق في القلب نص قلب، تعرضت للضرب من 10 بنات بلطجية وصاحلها في الشارع ودخلت المستشفى، خرجوها بعد 5 ساعات، وبعد 6 ساعات من خروجها اكتشفنا ان البنت عندها نزيف في المخ ودخلت غيبوبة مباشرة بقى لها 4 أيام، وهنا البوليس والمستشفى بيعتموا على الموضوع عشان الإهمال وخايفين من المسؤولين عليهم، ساعدونا وانقذوا حياة بنتي. في بعض الحاجات اللي نشرت، ده الفيديو، البنت اللي ورا اهي، دي البنت اللي ورا دي، دول هاتوا كده، هو فيديو صغير قصير جدا بس، ده في لندن في الباص اللي هم ركبوا فيه، هتلاقوا فيه مجموعه من السود، البنت البيضه اللي ورا دي، ايوه اللي شقره اللي ورا دي، هي دي البنت اللي عليها المشكله كلها، او البنت اللي بتمر بالمشكله كلها. اعتدوا عليها للاسف، واهلها حاولوا بكافه الطرق، ايوه هي دي صورتها، اعتدوا عليها، حتى في صوره بقى، شوفوا صورتها دي، شوفوا صورتها بقى في المستشفى بعد ما راحت المستشفى، انا تقريبا حالتها الصحيه متدهوره جدا، يعني دي صورتها بعد الاعتداء عليها، وهي طبعا طالبه في المدرسه، بعد الاعتداء عليها في هذا الاطار، ادي الصوره زي ما انتم شايفين، في صوره ليها كمان وهي لابسه برنيطه حمراء كده وبتاع. يعني اللي انا عايز اقول لحضراتكم ان هي انتقلت من حياه فيها حيويه وفيها نشاط وفيها بتاع، يعني لو جبنا الصورتين جنب بعضيهم، الصوره اللي هي فيها دلوقتي دي وهي على شفا الموت، ربنا يشفيها ان شاء الله وتقوم بالسلامه، وفي صوره ليها تانية، دي الصوره ليها، وفي صوره ليها كده 5 صور جنب بعضيهم، اسمها مريم هي الطفله او للاسف الطالبه، في كذا صوره ليها كده مع بعضيها وهي موجوده. التقارير كلها اللي وصلت لنا، هي دي، ده يعني بنوته يعني من سن بنتي،
الحمد لله كلها يعني حيويه ونضاره كده وبتاع، لما يجي تعمل معايا كده. هو طبعا الكلام بتاع الاهل هي طبعا ليها خالتها هنا في القاهره، ليها اختها في، ليها مامتها طبعا في لندن، احنا بنحاول نتصل الخط ما بيجمعش. لكن اللي انا عايز اكد عليه انه هذا التقرير هيروح للدكتوره نبيله مكرم ان شاء الله باذن الله يكون الصبح عندها التقرير اللي الناس دي بعتته، وانا متاكد ان الدكتوره نبيله مكرم هيكون ليها رد فعل في هذا الاطار، لانه دي وضعها طبعا في المستشفى. زي ما قلت لحضراتكم تاني، الكلام من الاهل بيقول ان في مشكله وانه في كذا وانه في كذا وانه تعرضوا ليها والاخر، وبكره ان شاء الله يكون حد والدتها او والدها يكون يعني نعمل مداخله بدري شويه، ربما يكون الوقت متاخر جدا في لندن دلوقتي، لكن هنبعت برضو معاك. طيب يا فندم انا اسف ان انا مسهر حضرتك لحد دلوقتي وبزعج حضرتك، انا اسف. لا يا فندم لا ولا يهمك. اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا فندم، تحت امرك. اتفضلي. اتكلم؟ اتفضلي يا فندم. اتفضلي. حضرتك انا والدة مريم. أيوة. صاحبة الحادثة. انا بصراحة مش عارفة اقول ايه، مش هكذب عليك، بس انا بنتي في حالة صعبة جدا. حالتها صعبة وحالتها خطيرة وفي تقصير جامد جدا، وانا طلبت من وزارة الخارجية انها تتدخل، طلبت من رئيس السيسي. هو احنا ليه هنا محدش بيعبرنا؟ هو ليه لما بيحصل فيهم حاجة الدنيا بتقوم وبتتقلب؟ أنا ما بسيسش الموضوع. أنا بنتي اتضربت من 10 بنات ما يعرفوا. ده جزء من الكلام اللي قالت وقالته، أنا اضرب من 10 بنات وهو الآخر. ده الجزء اللي احنا بنقول بنوري حضراتكم تاني فكرة حضن الدولة، يعني فكرة إنك تلتئم الدولة مع أبنائها. فأرجوكم بطلوا ضرب في الدولة. يعني أنا بكلم شريحة كبيرة من الناس، إحنا مش عايشين في جنة، عايشين في مشاكل كتيرة، لكن ضرب الدولة غلط، الاختلاف مع الدولة غلط، تدمير الدولة غلط، إحباط الدولة غلط، حتى إحباط المواطن من جانب الدولة برضو غلط. يعني المسألة دلوقتي إحنا محتاجين ما يسمى حضن الدولة، ونس الدولة، قوة الدولة، قدرة الدولة، منهج الدولة، خطة الدولة، دي اللي محتاجينه. ما يجيش حاجة من فراغ كده تروح هدنا جزء أو ركن أساسي من أركان الدولة. إن ما الدولة دي ضاعت منك يعني نضيع. فأنا بشكر الخارجية جدا، وبشكر المستشار أحمد أبو زيد، وبشكر السفير المصري في لندن، وبشكر أم مريم، وبشكر خالة مريم، وبشكر أهل مريم هنا في القاهرة اللي الحقيقة يعني تواصلوا معانا تواصل حميم جدا، بشكرهم شكر جزيل.